كشفت اليابان من تحذيراتها بشأن سفر مواطنيها إلى مصر وسمحت لمواطنيها بالسفر ما بين القاهرة والأقصر وأسوان. وفي السياق ذاته استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أكثر من 12 ألف سائح أوروبي على متن 77 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من مطارات الدول الأوروبية. أوضح اللواء سامي عبد المنعم مدير المطار أن الرحلات التي وصلت معظمها قادم من روسيا، تليها الرحلات القادمة من ألمانيا. Thank you.